تعالوا نتكلم على قصة sampling in research. معروف ان الريسيرش بيتعمل عشان اما ان اجاوب على سؤال او احل مشكلة. وعشان اعمل الحكاية دي انا محتاج اما ان اشتغل على البوبوليشن كلها عشان اعرف اللي فيها. وده سهل لما يكون البوبوليشن واضحة زي ما عندكم انتوا بالظبط. انتوا قلتوا لي عندنا مشكلة قمنا قعدنا شفنا المشاكل بتاع الكل، ما قلتلكوش انتخبوا منكم جزء يكلمني. ليه؟ لان الموضوع بسيط، احنا كلنا عددنا 30-40، فسهل قوي ان كل واحد يعرض مشكلته ونحل المشكلة بشكل فردي ويكون شيء عملي. فهنا يبقى العمل على البوبوليشن اكيد واكيوريت جدا ومفيش فيه اي نوع من انواع الغلط، ما فيش حد غلط لان كل الناس عرضت مشاكلها وكل المشاكل اتناقشت فكل المشاكل اتحلت. فلا يمكن يكون هناك اي احتمال ان في واحد يطلع له مشكله جديده فيقول لي لا ده انا عندي مشكله ما اتحلتش، مش ممكن. اذا كل نتائج الشغل على البوبوليشن نتائج اكيده وليس فيها اي نوع من انواع الخطا ولا الايرور. ولكن هذا الكلام الحقيقه مش دايما براكتيكال. لو البوبوليشن عندي كبيره قوي او البوبوليشن متوزعه توزيع جغرافي كبير قوي او لو ما عنديش الفلوس والوقت والاكسبرتي يعني الناس اللي تشتغل عشان تلم كل الداتا من البوبوليشن دي، يبقى في الحاله دي لازم ننتخب جزء من البوبوليشن نشتغل عليه. هذا الجزء علشان يبقى البحث العلمي براكتيكال هيسمى سامبل. اذا السامبل ما هي الا subset of the population، يعني مجموعه من اليونتس بتاعه البوبوليشن اللي بتعبر عن بقيه البوبوليشن. اهو مساله التعبير دي تسمى بالريبريزنتيشن، يعني ده معناه ان الكاركتر الاول والاهم والاكيد لاي سامبل انها تكون ريبريزنتيف للبوبوليشن بتاعها. طيب البوبوليشن دي ممكن تبقى ايه؟ بني ادمين بس؟ قال لك لا، البوبوليشن دي معناها العدد الكامل لكل ما هو مخلوق انا عايز اشتغل عليه، قد يكون هيومنز، قد يكون انيمالز، قد يكون جمادات، قد يكون زرع، قد يكون سنان، قد يكون عين، قد يكون باثولوجي بلوك، اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص. تعالوا اكزامبل، لو انا عايز اعمل سامبل من الدايابيتك كيسز، اجيب دايابيتك كيسز واقول ان دول هيريبريزنت كل الدايابيتكس عموما. طب لو السامبل دي دايابيتك تايب 1 بس، يبقى اجيب عينه من تايب 1 دايابيتس واقول دول هيريبريزنت التايب 1 دايابيتس. تايب 2 نفس الكلام، سكندري دايابيتس، ريتينوباثي من دايابيتس، اي حاجه. سو اني بوبوليشن دي مكونه من يونتس، من عدد من الاشياء. الاشياء دي بني ادمين، حيوانات، نباتات، جمادات، ايا كان، تسمى باليونتس. وانا بعمل لستة لهذه اليونتس تسمى بالسامبل فريم. يعني ايه الكلام ده؟ لو احنا بوبوليشن كل واحد منا اسمه يونت، طب احنا عشان ناخد عينة مننا مش لازم نكتب اسامينا في لستة عشان نختار منها؟ اهي دي تسمى بالسامبلينج فريم. يبقى السامبل فريم هي ايه؟ هي عبارة عن الليستة اللي فيها المجموع بتاع اليونتس بتاع هذه البوبوليشن، واللي منها هتبقى هي الفرشة اللي يتاخد منها العينة. طيب to make any sample من أي population هسلكت some of the units من السامبل فريم بتاعي. طب كويس قوي، ازاي وقد ايه؟ على طول كده. ازاي بقى ناخد عينة؟ يقول لك يبقى ناخد شوية من البوبوليشن. حلو قوي، الشويه دول هتاخدهم ازاي وهتاخد كام؟ هم دول السؤالين اللي بيتقالوا في السامبل. تعالوا نتكلم هاو. هاو يعني ايه؟ يعني ايه الطريقه اللي هتاخد بيها؟ قال لك فلنفرض ان عندي بوبوليشن فيها خليط، فيها ناس نورمال، فيها ناس فيهم اكيوت ديزيز، كرونيك ديزيز، كارير، خليطه، وانا عايز اعمل منهم سامبل. قال لك بسيطه يا اخي، ايه المشكله؟ دول اسمهم يونتس. طيب خد لك شويه سامبل 1 اهي،
خد لك سامبل تاني. قام قال لك السامبلين دول ما ينفعوش. قال لها ليه ما ينفعوش ليه؟ انت مش قلت انك عايز تاخد شويه من البوبوليشن؟ ايوه. طيب ايه مشكله السامبل الاولانيه؟ السامبل الاولانيه لو تاخدوا بالكم هي ممثل فيها الاربع اصناف، النورمال والاكيوت والكرونيك والكارير، ولكن ليس بنفس النسب. لو تاخدوا بالكم انا عندي 10 نورمال و15 اكيوت و5 كارير و5 كرونيك، يعني المفروض ان السامبل دي يبقى الكارير قد الكرونيك، ويبقى كل واحد فيهم تلت الاكيوت ونص النورمال، صح ولا غلط؟ هو كده. لو انا عايز اخد عينه مظبوطه يبقى هاخد 2 3 1 1، يبقى من كل كرونيك قصاده 1 كارير قصاده 3 اكيوت قصاده 2 نورمال، ده الصح. لما تيجي تشوف الكلام ده ما تلاقيهوش في العينه الاولى او العينه الثانيه، يعني ان كان هي دي الاولى والثانيه اهو، دي 1 ودي 2. طب والعينه الاولانيه اللي تحت موجود فيها عدد، ولكن في كاتيجوري اصلا مش موجوده. لو دورنا كده فين الكارير فيها ما تلاقيش، هتلاقي فيها النورمال وهتلاقي فيها الاكيوت وهتلاقي فيها الايه الكرونيك بس. اذا ممكن السامبل ما تبقاش ريبريزنتيف لسببين، اما ان في نوع من المجتمع مش موجود اصلا، او كل الانواع موجوده ولكن ليست بنفس النسب الحقيقيه في البوبوليشن. وده معناه ان الاختيار الهابهازارد لشوية عينة كده ده مش هيبقى ريبريزنتيف. والسلايد دي بتثبت لي بس حاجة، ايه؟ ان لابد ان يكون هناك طرق علمية لاخد السامبل علشان اوصل للبيست ريبريزنتيشن. طب كويس قوي، تحت امرك فن. ما كلهم اسمه يونت، النورمال اسمه يونت، يونت نور يونت، لا 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 يونت دي اسمها كاتيجوري، النورمال اسمه كاتيجوري. هو الليسته بتاعت اليونتس، يعني العشرة النورمال دول اسمهم ايه؟ ثلاثة يونتس كارير، وعندي واحد 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 يونت، وان يونت اكيوت، وتو يونتس كرونيك، وثري يونتس كارير. ده اللي دي اسمها ليست اوف ذا سامبل، وكل ده اسمه ليست اوف ذا بوبوليشن، اللي اسمها الفريم سامبل فريم. ماشي الكلام؟ كويس. طيب عشان نبدا نقول بقى ان لازم يكون لي طريقه محدده لاخذ السامبل، لازم اعرف هو انا عايز اسامبل ايه؟ انا عايز اسامبل ناتشرالي بريزنت بوبوليشن، ولا عايز اسامبل كونديشن؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد هيجي يقول لي يا دكتور مجدي انت دلوقتي عشان اقول لك تاخد السامبل ازاي لازم تقول لي انت بتسامبل ايه؟ انت بتسامبل بوبوليشن ناتشرالي موجوده، ولا بتسامبل فينومينون وذين كذا بوبوليشن؟ يعني لو انا عايز اخد هنا من المصريين يبقى هدفي التارجت السامبل فريم بتاعي هم مين؟ المصريين، بغض النظر عن الفينومينا اللي عندهم. والمصريين دول عبارة عن مجموعة من شعب موجود في مكان محدد معروف. انما لو جيت قلت لك انا عايز اخد عيانين من الكانسر كولون، يبقى هنا البوبوليشن بتاعتي هم عيانين الكانسر كولون. اللي فين؟ معرفش، ما يهمنيش. اذا هذه العينة تؤخذ من بوبوليشن ليست ناتشرالي بريزنت، وانما هو مجموعة من اليونتس قد يكونوا متنطورين في مليون حتة، ولكن يجمعهم فينومين معينة. الفكرتين دول هيحددوا لي طريقتين كبار أو نوعين كبار من السامبل. إما سامبلز بيزد على بيبول، على بوبوليشن، على بيبول يعني، يا إما سامبل بيزد على ديزيز أو على كونديشن. طب تعالوا نمسك أول واحدة. البوبوليشن هنا السامبل، اتفضلي يا فندم. لا قصدي اقول لك ايه، مش هنا دول مش ناتشرال بريزنت، يعني دول مش في مكان جغرافي معين، او يعني ما انا اقول لك عايز اخد عينه من القاهريين خلاص مفهوم القاهريين من الكل، مظبوط. هنا بقى هنا بس النقطه كلها في النهايه ايه؟ هسالك هو ايه الكونديشن اللي انت بتدرسيها؟
تقول لي الكانسر كولون كويس، ايه اللي في الكانسر كولون؟ الايتيولوجي، الريسك فاكتور، هنا هيحدد لي هم مين اللي هاخد لهم السامبل. فهمت الكلام؟ انما لما اقول عايز اسامبل القاهره، خلاص القاهره مفهومه، القاهره خلاص عايز اخد سامبل من القاهره، ها، لان دول ناتشرال بريزنت بوبوليشن. انما التانيين دول نون ناتشرال، ما هم مش ناتشرال. هم مين بتوع الكانسر كولون اللي انت عايزاهم دول؟ في العالم ولا في مصر ولا في القاهره ولا في القصر العيني؟ وعايز اشوف فيهم ايه، لان حسب الكونديشن هو ده اللي هيحدد لك هتسامبل مين. فهمت الكلام؟ البوبوليشن ريبريزنتيف سامبل، بما ان كل البوبوليشن اللي ناتشرالي موجوده هي بوبوليشن حقيقيه وفيزيكال، فممكن اعمل لها ما يسمى بالراندم سامبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخد منهم عينه احتماليه، اي التي تسمى او كانت تسمى العينه العشوائيه. لضمان ايه؟ لضمان ليست بايس للعينه. هقول لكم حاجه بسيطه، احنا لما نكون عايزين ناخد عينه مننا، هل احنا اسمنا فيزيكال بوبوليشن بريزنت ولا ما احناش فيزيكال؟ احنا فيزيكال بوبوليشن بريزنت. يبقى افضل طريقه ناخد مننا عينه ايه؟ كل واحد يكتب اسمه في ورقه ونشقلبهم وناخد مننا عدد اللي احنا عايزينه. This is called the simple random sample and it achieves the best representation of an existing population. اشمعنى انت عمال تاكد على existing existing existing؟ عشان لو انا عايز اخد random sample لازم الاول يبقى عندي اسامي الناس في ايدي. ما ينفعش اخد random sample من ناس مش موجوده، ما ينفعش. ما تجيش. إذا ده معناه أن الـ Population Representative Sample the best هو الـ Random Sample. زي واحد عايز يعمل الـ 6 Ratio in Egypt، يبقى دي Egypt. ده أنت ما خلصتش يعني، لسه ما فيش بريك عندك؟ لا خلصنا البريك خلاص، ده بقى النص التاني. لا ما هو للأسف هم بيتعبوا، فهم ساعة ما بيتعبوا بديهم 10 دقايق كده. طب يناموا هنعمل إيه بقى؟ يرجعوا لك بكرة عايزين نعيد. يبقى ده كويس قوي. خلاص؟ فلو انا عايز اعمل 6 ريشيو ان ايجيبت، يبقى ده ايجيبت دي الايجيبشنز دول ار ناتشرالي فيزيكالي بريزنت بوبوليشن، فممكن اعمل لهم بوبوليشن ريبريزنتيف سامبل. بريفالنس اوف ليترسي ان ابر ايجيبت، ليترسي ابر ايجيبت دول ناس موجودين فعلا. بريفالنس اوف سموكينج ان دلتا وهكذا. دول شوف كل دي حاجات كتير كلها ان ايجيبشنز، كلها populations present، populations physical، populations مش virtual. في الحالة دي for best هو الراندم سامبل. والراندم سامبل زي ما قلت لكم ببساطة كده، السامبل فريم عندي لستة، أنقي منهم شوية representative sample through technique يسمى بالراندم سامبل أو الراندم تكنيك. What is the random technique؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ والديفينيشن ده مهم جدا. الراندم تكنيك بيقول ان each individual in the population have the same or at least known probability او chance to enter العينه. ده معنى كلمه راندم. يبقى كلمه راندم انه كل واحد في البوبوليشن، كل يونت في البوبوليشن have an equal chance to be selected في العينه. ودي ما تكونش الا بطرق محدده، منها الطريقه اللي قلت لكم عليها، كل واحد يكتب اسمه في ورقه نطبقهم نشقلبهم كلهم، وانا بمد ايدي على اي ورقه احتماليه انها تطلع ورقه اي واحد فيكم ايكوال، ثم اللي وراها ثم اللي وراها وهكذا. خلاص؟ دي اللي بنسميها الراندم سامبل، دي اللي بتديني البيست ريبريزنتيشن، اند ذيس از ذا بيست سامبل واتس ايفر. طيب ايه طرقها؟ سمبل راندم سامبل اللي احنا قلناها دي. بس واحد يقول لي يا دكتور مجدي انت لو عايز تاخد من سكان القاهره الكلام ده مش هتعرف تعمله. لو عايز تاخد من سكان مصر سمبل راندم سامبل، انت بتتكلم تعبيط ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقى هتجيب 80 مليون وتقول لي حتى لو عندك اساميهم المساله هتبقى في منتهى الصعوبه، ده نمره واحد. محتاج انك انت تبقى عندك سامبل فريم كامله، ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، طب لو اخترت واحد من اسوان والتاني من العريش هتجيبهم ازاي؟ وحتى لو انت مش هتجيبهم هتروح لهم، تمنها قد ايه؟ اذا
السيمبل راندم سامبل بتبقى على البوبوليشنز الصغيره اللي في مكان قريب من بعضه واللي مش هتكلفني كتير ولا تبقى صعبه. ربنا يبارك فيك يا استاذ شوقي، ربنا يخليك. خلاص، لا هتبقى غاليه ولا هتبقى صعبه. انما لو انت بتتكلم في بلد زي مصر وتقول عايز اخد راندم سامبل من البوبوليشن المصريه علشان تبقى الاستادي قويه، هتبقى قويه جدا، بس هتبقى غاليه جدا وهتبقى صعبه جدا وهتاخد وقت طويل جدا، لممكن انها تبقى حتى الكوست بتاعها يوفر كم البنفيت اللي جاي منها، فمحدش هيقبلها انه يعملها لك من ميدان التحرير. صح، بس هم اللي جم مش احنا، ما صرفناش على حد. ميدان التحرير هم اللي جابوا روحهم، فاذا كانوا هم هيبقوا في ميدان التحرير نسامبل، مفيش مشاكل. صح، ده بالنسبة لمصر بس، انها بالنسبة لليبيا بيضربوا بعض بالنار، ده حاجة تانية، ده حاجة ودي حاجة. ما بالظبط، ما لناش دعوة بيها بقى. خلاص؟ إذا ده معناه إن السيمبل راندم سامبل إز أ فيري جود سامبل، فيري ريبريزنتيف، إز ذا بيست، ولكن ما تنفعش في أحوال كتير. طيب عشان أسهلها على نفسي، هي ما تنفعش في أحوال كتير ليه؟ واحد، ان عدد الناس كبير قوي، هتقعد تعمل سيمبل راندم سامبل على مليون مثلا او على 100,000، تقعد تختارهم رقم رقم كده وتمليهم لغيرك، ما ينفعش. اتنين، متراميه الابعاد، هتجيب واحد من عريش واحد من اسوان واحد من مطروح، هتجيبهم ازاي؟ تلاتة، انه المساله هتبقى صعبه انك انت تفولو الناس دي كلها على هذا البعد او على هذا العدد الكبير. عشان احل التلات مشاكل دول ظهرت لي تلات انواع من الراندم سامبلز يحلوا لي المشاكل دي. اول مشكله، مشكله العدد الكبير. افرض ان عندك 1000 بني ادم عايز تاخد منهم 100 سامبل، 100 سامبل 1 لـ10، يبقى في الحاله دي بدل ما تجيب 1000 رقم وتختار منهم 100 رقم، لا ما تعملش كده. انت نمر العيانين من 1 لـ1000 واعملهم 110 واختار رقم واحد ما بين 1 و10، طلع رقم 4، يبقى اوتوماتيك هتاخد الرقم الرابع من كل 10 بس. شكرا. يعني انت جيت عملت ايه؟ انت جالك، انت عندي 100 طالب، عندي 1000 طالب، كل طالب له رقم، رقم من 1 لـ1000، اروح مقسمهم عشرات بحيث ان كل مجموعة يتنقى منها واحد، لان انا عايز 100، انا عايز السامبل بتاعتي 100، او مقاسم 1000 على 100 يطلع 10، يبقى انا عايزهم 100 مجموعة، كل مجموعة ب10 افراد، واروح عامل سيمبل راندم سامبل ما بين 1 و10، هيطلع رقم 4 مثلا. يبقى اخد 4 من الاولاني واربعة من المجموعة التانية واربعة من المجموعة التالتة واربعة من لحد اربعة من المجموعة المية. يعني هاخد اكتشوالي الستودنت نمرة 4 و14 و24 و34 و55 لحد 994. كده طلعوا لي 100 بني ادم من غير ما اجمع 100 ورقة ولا حاجة، ده هي كلها ورقة واحدة اللي طلعت بيها القصة دي. اذا ده معناه انه ما هياش طريقة جديدة ولا حاجة، ولكن هي طريقة سيستماتيك تخليني اختار من عدد صغير عدد كبير. ادي كل الفكرة. This is called the systematic random sample. يبقى systematic random sample هي simple random sample ولكن تكرارية بنفس التكنيك على عدد كبير من الناس. الهدف منها اني اخد عدد كبير من سامبل بعملية صغيرة بالايه؟ من الاختيار. نقولها مرة تانية، عندي 1000 ستودنت من 1 لـ1000، انا عايز اخد منهم 100 عينة، يعني 1 إلى 10. جبت الواحد لعشرة دي ازاي؟ اقسم 1000 على 100 هيديني 10، يبقى ده معناه اني هرتب الستودنتس بتوعي 100 10، من 1 لـ10 ومن 11 لـ20 ومن 21 لـ30 و31 لـ40 لحد ما اوصل من 990 لـ1000، واروح واخد سمبل راندم سامبل من العشرة دول واحد، يبقى اروح عامل 10 ورقات من 1 لـ10 واروح مطبقهم في فنجال قد كده واروح واخد منهم ورقة واحدة، تطلع نمرة 4 نمرة 3 نمرة 5،
يبقى اخد نمره 5 15 25 35 لحد 995. هاخد من كل 10 نمره 5 في الترتيب. This is called the systematic random sample. دي حلت لي مشكلة ايه؟ لو كان البوبيوليشن كبير. طيب المشكلة التانية لو كان البوبيوليشن مترامي الأطراف. طب وعايز أعمل random sample، قال لك خد ما يسمى بالكلاستر random sample. كلاستر يعني ايه؟ قال لك لما يكون طبيعة البوبيوليشن دي متجمعة في كوميونيتيز زي المحافظات المصرية. ما أنا عايز أخد عينة من مدارس المحافظات المصرية الابتدائية، مدارس الابتدائية في محافظات مصر، عايز أخد عينة من الطلبة محافظات مصر كلها. طبعا مستحيل أن أجيب المدرسة وأعتبرها يونت، لأن ممكن تبقى مدرسة في مصر الجديدة وممكن مدرسة في أسوان وممكن مدرسة في مرسى مطروح أو في السلوم، ما هجيبهم إزاي دول؟ ما ينفعش. يبقى ساعتها يقول لك طب بص بقى، إحنا عندنا في مصر 30 محافظة ولا 31 حاجة زي كده، هات ال 31 دول واختار منهم محافظة اتراندم. ايه ده؟ يعني انت اعتبرت ان المحافظة يونت؟ ما اسمهاش يونت بقى، اسمها كلاستر. ليه كلاستر؟ لانها مجموعة من اليونتس بس ريليتد لبعضها، هدخلها في الشغل على انها وان يونت تسمى بكلاستر. يوم هختار من 31 محافظة محافظة واحدة بالسمبل راندم سامبل. هروح عامل ورقه بال 31 محافظه ومختار ورقه منهم، طلعت محافظه اسكندريه. يبقى كل المدارس الابتدائيه اللي في محافظه اسكندريه اصبحت هي دي السامبل بتاعتي. يبقى في الحاله دي انا اخترت المحافظه ولا اخترت اليونتس؟ انا اخترت الكلاستر. وعشان كده دي سموها ذا كلاستر راندم سامبل. خلاص؟ طيب النوع الثالث هي اللي بتخليني بقى استراتيفاي العينه اكوردنج تو سيرتن امبورتنت ستراتا. زي واحد بيدرس الدراج ابيوز ان ايجيبت، المخدرات في مصر، عايز يدرسها، فهل دوت من المنطق انه يجيب عينه من المصريين؟ واحد اول حاجه هيقولها له استنى استنى، هما الستات بيضربوا ماكس زي الرجاله؟ يقول له لا. لا خلاص، يبقى انت النهارده لو جبتها على المصريين عموما يبقى انت بتاندر استيميت وبتخفف المشكلة. لأن لما يكون 50% من الرجالة بيشربوا مخدرات ولا واحدة ست خالص، يبقى العينة بتاعت حضرتك هيطلع اكشوالي فيها ربعها بس مش 50%، ويبقى في الحالة دي انت اتنيويتد السيتويشن واندر استيميتد السيتويشن. لا أنا متأسف، هذه الظاهرة اللي انت بتدرسها is gender dependent. فإذا كنت عايز تديني معلومة صح اديني كام في المية بيأبيوز الدراجز ان ميلز وكام في المية ان فيميلز. يبقى في الحالة دي انت مضطر وانت بتعمل كونستراكشن للراندم سامبل بتاعتك انك تعمل الميلز لوحدهم والفيميلز لوحدهم. مين اللي قال لك الحكاية دي؟ The natural prevalence of the phenomena اللي انت بتدرسها according للستراتا دي اللي هي الجندر. واحد تاني هيقول لك استنى برضو، هو الأطفال الرضع بيضربوا مخدرات؟ الرجالة اللي 70 سنة بيضربوا مخدرات؟ لا، ده المخدرات دي بتاعت الشباب. يبقى أنت لما تحب تعمل لي معلومة صح اعملها لي بقى كمان age dependent، وابدأ قسم لي الايجز وتاخد لي عينة من كل ايج. أنا ما بنكرش إن ممكن عيل عمره 8 سنين يضرب مخدرات، بس هل ده المنطق زيه زي العيل اللي عنده 18 سنة؟ طبعا كلام مش منطقي. انا ما عنديش مانع ان واحد عمره 80 سنه بيضرب مخدرات، بس هل ده زيه زي الشاب؟ لا. يبقى لو انت عايز تديني معلومه صحيحه لازم تقسمها لي بالايدج وبالجندر. This is called stratified random sample. يبقى في الحاله دي هتيجي بقى مجموع الميلز لوحدهم وتاخد منهم عينه، والفيميلز لوحدهم وتاخد منهم عينه، وكل جروب من دول ممكن تقسمه كمان انتو ايش جروبس. كل دي يسموها ايه؟ ستراتا. ومن كل ستراتم هتاخد عينه سمبل راندم سامبل، تجمع السمبل راندم سامبلز على بعضهم تكون في النهايه ان دي الراندم سامبل النهائيه بتاعه شغلك كله. This is called the stratified random sample. النوع الاخير مالتي ستيب مالتي ستيج، اللي هي خلطة من الكلام ده.
يعني ايه؟ واحد يجي يقول لي هرجع لحتة الكلاستر راندم سامبل يا دكتور مجدي لان انا ما اقتنعتش بيها. انت دلوقتي بتقول احنا هنعمل سامبل راندم سامبل على محافظة. طلعت محافظة اسكندرية. هتاخد كل المدارس اللي في محافظة اسكندرية تعتبرهم سامبل؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ده كتير قوي. هم يقول لك طيب ما تزعلش. هنرجع نقسم محافظة اسكندرية انتو جفرنورتس صغيرة او ديستريكتس احياء. ونعمل سمبل كلاستر راندم سامبل من الاحياء، خد لك حي او حيين، ومن الاحياء هنعمل سمبل راندم سامبل على مدرستين ثلاثه. الله الله الله، يبقى انا كده عملت الاول كلاستر طلعت محافظه اسكندريه، ثم كلاستر تاني طلعت مثلا حيين، ثم من الحيين دول عملت سمبل راندم سامبل، يبقى عملت كلاستر كلاستر سمبل. طب دي بقى نسميها ايه؟ نسميها مالتي ستيج ايه راندم سامبل. طبعا لو دخلت الاستراتا مع الكلاستر مع السامبل يبقى برضه اسمها مالتي ستيج راندم سامبل. طيب عايزين نتكلم بقى، هل الراندم سامبل هي نفسها الراندومايزيشن؟ لان دول كلمتين قريبين. اتفضل. كلامك صح، عشان كده قلت لك السيمبل راندم سامبل از ذا بيست. اما الكلاستر فهي فور براكتيكاليتي، ودايما احنا دايما بنقول ايه، وات از بيتر او وات از بيست فور ذا سيتويشن. ما هو انت برضه في النهايه لو جيت قلت لا انا ما عنديش غير سيمبل، ما في ابحاث كده مش هتعمل اصلا، مش هتعمل. طبعا كلامك صح، كله بينزل. طبعا السيمبل راندم سامبل هي ذا بيست. جوائز البنك الاهلي اللي بتاخد على اساسها فلوس هي سمبل راندم سامبل، ما ينفعش حاجه ثانيه. لا كلاستر ولا مالتي ستيج ولا كل كان، ما فيش كلام من ده. الانبايس هو السمبل راندم سامبل، خلاص اللي هي البيست يعني. تحت امرك. طبعا على اساس ايه؟ كويس قوي انك قلت الحته دي، بس ما كنتش عايز اخبطهم لما كنا نيجي للكوتا. افرض انت بتقولي دلوقتي ان الميلز البايلوت ستادي بتقول ان 50% منهم دراج ابيوزر، بينما الفيميل 10%. يبقى انت عندك نسبه الدراج ابيوز في الميلز 5 أضعاف الفيميلز. يبقى لو انت عايزه تعملي راندم سامبل خدي 5 ميل قصاد 1 فيميل. 5 ميل دي بيسموها الكوتا سامبل، خلاص. بس دي ما تبقاش راندم بقى، لا انا هنا مضطر ان اختار. دي ما تخرج من الراندوم بقى، ما تبقاش راندوم. انما لو عايز راندوم بستراتا اروح واخد راندوم من الميلز وراندوم من الفيميلز. بس الفكره بقى هل اعملها كوتا ولا اعملها ايكوال؟ دي برضو حسب الايه؟ السيتويشن. الهدف بتاعي ما عندناش سامبل تايب معين هو ده اللي يهمنا، لا انا يهمني ذا بيست فور ذا ريسيرش سيتويشن. لو خليتيها ايكوال، ما هو هنا بقى يجي يقول لك هي الايكوال هنا لو كان مثلا 50-40 خلاص مش مشكلة، انما 50-10 او 50-5 مش ممكن تبقى ايكوال بقى، ما ينفعش. لان انا لو عملتها ايكوال يبقى برضو انا باخد من دول قليل، لا اعملها بقى بالكوتا واعملها ساز راندم برضو، بس مش هتبقى زي ما الدكتور بيقول كده، بقى في بايس شوية بايس، بس البايس ده لصالح البحث ولا ضده؟ لصالح البحث، فمبقاش بايس. اتفضل بيه. لا في الكلاستر هم متقسمين، مش انت اللي بتقسمهم فيزيكالي. بالظبط كده، لانك مش ممكن مثلا تجيب مدارس الا لو كان في جفرمنت واحد بس كده، هم متقسمين فيزيكالي. فهمت الكلام؟ اما الكلاستر اما الاستراتا لا، انت اللي بتقسمهم ساينتفيكالي اكوردنج للسيتويشن بتاعتك في يس، مش فيزيكال. لا طبعا خالص مش فيزيكال، هدف الكلاسترايزيشن فيزيكال عشان يبقى سهلين جنب بعض، تقدر تجيبهم جنب بعض. خلاص. هل الراندم سامبل هي الراندومايزيشن؟ لا، ببساطه الراندم سامبل هو سامبل بتختار راندملي من بوبوليشن، اما الراندومايزيشن هي سامبل بتتقسم انتو جروبس ات راندم. خلاص ده الفرق اهو.
يبقى لو انا باخد سامبل من بوبوليشن ات راندوم دي اسمها راندوم سامبل. انما لو السامبل اللي انا اخترتها باي طريقه سواء راندوم او غيره قسمتها انتو جروبس ات راندوم دي اسمها راندومايزيشن، ولا يصح طبعا نلخبط ما بينهم. الكونديشن بقى، افرض ان عندي البوبوليشن دي بوبوليشن مش فيزيكالي بريزنت، زي ما قلنا احنا عايزين نعمل عينه من التايب 2 دايابيتس. طيب التايب 2 دايابيتس ده موجود فين؟ هيقول لك بتوع القاهره. بلاش اللي بيجوا الاصل عيني كويس. هل انت عايز تطبق النتائج بتاعه البحث بتاعك على العيانين اللي بيجوا القصر العيني ومتشخصوا خلاص، ولا اللي لسه هيتشخصوا بكره وبعد وبعد سنه؟ تقول لا طبعا عايز كمان اللي هيتشخصوا بعد كده. المشكله اذا you are sampling a non-existing population، لان لا احد يدعي ابدا انه ساعه ما بيعمل بحث على الدايابيتس هو يبقى تارجتنج عيانين الدايابيتس المتشخصين دلوقتي. لا طبعا محدش قال الكلام ده. ده مش بس كده، طب افرض عيانه دايابيتك او عيان دايابيتك بس مش متشخص لانه ما اشتكاش، ده اسمه دايابيتك ولا ما اسمهش اسمه دايابيتك؟ طبعا بس اندايجنوزد. طب وده يخش معاك في البوبوليشن بتاعتك ولا ما يخشش؟ طبعا بالمنطق وبالعقل وبالقانون وبالدنيا كلها يخش. طب وانت هتعرف هو ده هيبقى انكلودد في السامبل فريم وانت بتاخد السامبل؟ طبعا لا، لان حتى فلنفرض جدلا ان انت قلت هجمع كل العيانين بتوع الدايابيتس اللي في القاهره وهعتبرهم سامبل فريم وهاخد منهم سامبل، هل الاندايجنوزد كيسز هيبقوا انكلودد في السامبل فريم؟ لا. هل لانهم مش دايابيتكس ولا انهم هيدن نوت دايجنوزد؟ لانهم هيدن نوت دايجنوزد. بس هل ده معناها ان المفروض دول يبقوا بره التارجت بوبوليشن بتاعي؟ طبعا لا. اذا ده معناه ان في الكونديشن ريبريزنتيف سامبل اي ام سامبلينج ا نون اكزيستينج بوبوليشن، وعلى هذا الاساس فلا يوجد فيزيكال سامبل فريم. فين الليسته بتاعتهم؟ مش موجودة. وعلى هذا الأساس هل تنفع الراندم سامبل؟ بس ده كلام واضح مش محتاج ذكاء. يعني لو مهما حاولت اني اعمل لهم راندم، راندم من مين؟ من مين؟ ما دام نون اكزيستنج بوبوليشن يبقى ما فيش راندم سامبل، لان ما فيش سامبل فريم. صح ولا غلط؟ يبقى اذا الكونديشن ريبريزنتد هي بره الراندم سامبل، تسمى ايه بقى؟ بيربوزيف سامبل. طب خلاص مش هاخدها راندم بقى، هاخد ايه بقى؟ هاخدها ايه؟ هاخد كل العيانين اللي افيلبل عندي، وكلمه افيلبل دي هنتكلم فيها حالا، واللي بيكومبلاي انكلوجن كريتيريا معينه واللي ما فيهمش اكسكلوجن كريتيريا معينه. يبقى ساعتها بقى ما بتكلمش على ايجيبشن بوبوليشن او ايجيبشن ميلز او ايجيبشن في لا، بقول بقى انا عايز دايابيتكس تايب 1 او تايب 2، ميلز ولا فيميلز، حوامل ولا فوارغ، بياخدوا دراجز تانية معينه ولا لا، فيهم هايبرتنشن معاهم ولا لا. دي بيسموها ايه بقى؟ ذا اكسكلوجن اند انكلوجن كريتيريا، ودي اللي بتحدد لي مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش البحث. طب ودي يا دكتور مجدي تبقى دقيقه؟ ادق الموجود، ما عنديش حاجه احسن من كده. وعشان كده ما حدش يجي يقول لي ايه بس بالمنطق ده معناها ان البحث العلمي اللي على الامراض يعتبر بحث ضعيف. ما هو ضعيف بالنسبه لمين؟ This is the best available. وعشان كده انا اصر على الكلمه دي، انه دائما الريسيرشر مطلوب منه يشتغل بالبيست افيلبل كونديشنز وليس بالايديال. حالات كتير ما نقدرش نعملها فيها الايديال. اتفضل يا فندم. بالظبط. هنا بقى العدد هاخد كام؟ طبعا هنا لسه بتكلمش على كام، انا بكلمك على النوع. هل في ايدك تعملي سامبل راندم؟ لا مش في ايدي. طب هناخد ايه بقى؟ نسميها بيربوزيف. بيربوزيف يعني ايه؟ بتخدم الغرض وليس ريبريزنتيف للبوبوليشن، لان ما عنديش بوبوليشن اكتشوال. الحته دي اتفهمت يا اخوانا؟ طب ايه هم بقى الطرق اللي اخد بيهم البيربوزيف سامبل؟ اول طريقه كونسيكوتيف. تعالوا نشوف consecutive او sequential. يعني اي عيان هيجي لي هفحصه
هيبقى جواه الانكلوجن كريتيريا، ومفيش فيه اكسكلوجن كريتيريا هدخله البحث لحد ما يخلص العدد المطلوب، والعدد المطلوب اكوردنج تو ذا سامبل سايز كالكوليشن اللي احنا هنتكلم عنه بكلمتين شويه دلوقتي. اذا دي بنسميها كونسيكيوتيف او سيكوينشال سامبل، خلاص مفيش فيها مشكله. ودي بنستعملها امتى؟ لما ما يكونش عندي سيلكشن لبعض الامور. ايه الامور دي اللي هي بتخليني اخد الباقي؟ هنشوف الباقي ايه. اتنين، كونفينينت. كونفينينت يعني ايه؟ يعني مش بس العيان يكون كومبلاينج الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا، لا، ويكون كمان مناسب. يعني ما معنى كلمه مناسب؟ تعالوا نشوف. لو احنا بناخد عيانين جرياتريك، ناس كبار في السن فوق الستين سنة، وبنديهم كوستشنير على حاجة معينة، هل ممكن عيان زهايمر ادخله معايا؟ فاش هيجاوب لي على انهي كوستشنير ان شاء الله. يبقى بالرغم ان عيان الزهايمر ده هيبقى هو ماشي بالسن وبالكونديشن مظبوطة، الا ان لوجود زهايمر فيه يبقى I'm not convinced ان العيان ده هيعرف يملالي الشيت، اكسكلود. او عيان كوماتوزد، هل ده ممكن يملى شتات؟ لا. ها؟ وهكذا. افرضوا ان في عندي بروسيدير بعملها لناس، والبروسيدير دي بفلوس، وهم بيتكلفوا جزء من الفلوس ده. واحنا دي عندنا معروفه قوي في عيانين اطفال انابيب. اجي انا بعمل عيانين اطفال انابيب، وباخد عينات، عينه واحده ست فيها كذا وسنها من كذا لكذا، حلو قوي. بس العيانه دي ممكن ما تقدرش توفر فلوس. دي مش هقدر اكتبها في الاكسكلوجن كريتيريا ان العيانه ما توفرش فلوس، انما هقول ايه؟ انا خدت كونفينينت سامبل، فهقول ان في ناس انا اكسكلودد فور اذر كوزز. يقوم يسالني اللي بينشر لي ويقول لي اذر كوزز دول هم ايه؟ اقول له والله هم ثلاث حاجات. اولا جوزها ما وافقش، هي وافقت بس جوزها ما وافقش، خلاص اللي هتمشي. هل ده لان هي نوت كومبلاينج الانكلوجن كريتيريا؟ ابدا. بس وقفنا في نقطه I am not convinced كريسيرش انا دخلت، خلاص مش هينفع. او بعيده بتجيلي من مسافه 200 300 كيلو، دي مش ممكن تيجي تعمل بقى كل يومين ثلاثه الترا ساوند، مش هينفع. وانا سالتها مالكيش مكان في القاهره؟ قالت لي ماليش. طب I am not convinced ان دي هتكمل لي البروتوكول بتاعي، بالرغم ان هي جوه الانكلوجن كريتيريا وما فيهاش اكسكلوجن كريتيريا، بس فيها كونديشن تخلي العيانه ما هياش سوتابل للبحث. سوتابل مش علميا، لاسباب اخرى. دي بيسموها ايه؟ كونفينينس. I'm not convinced ان انا يعني ادخلها البحث. او في بعض الناس يسموها جادجمنتال، بس الجادجمنتال دي حاجه اكسبرت بيزد، يعني الاكسبرت هو اللي قال لا دي ما ينفعش، انما الكونفينينت دي معناها الريسيرشر نفسه. الاثنين شبه بعض او قريبين قوي من بعض. النوع الثالث كوتا، ده بقى الكلام اللي كنا بنتكلمه. لما يكون دلوقتي عندي group of patients زي مثلا الجستيشنال دايابيتس والكرونيك تايب 2 او تايب 1 دايابيتس. الجستيشنال دايابيتس ده سكر الحمل، ده سكر فيري تمبوراري، ويعني انا حاجه هايفه قوي يعني، ومهما كان عالي عمره مثلا ما يوصل لريتينال هيموريدج، لان الريتينال هيموريدج ده محتاج وقت طويل في الدايابيتس، غير بتاعه التايب 1 اللي جايلها هو عمرها 10 سنين، ممكن وهو عمرها 25 30 سنه الاقي فيها ريتينال هيموريدج. يبقى في الحالات دي لو انا عايز اعرف احتماليه الريتينال هيموريدج في حالات الدايابيتس، فقلت هجيب والله جيستيشنال وهجيب تايب 1 وهجيب تايب 2. تفتكروا المنطق بيقول ان اجيب جيستيشنال بنفس العدد زي تايب 1؟ طبعا مش منطقي. والا لو جبت 100 جيستيشنال ممكن ما الاقيش ولا واحده فيهم تقوم توقع لي البريفالنس كله بتاع الدايابيتس. او اقول اه والله ده طلع الدايابيتس ده حاجه حلوه قوي، والناس 2 3% بس اللي بيحصل فيهم الكلام ده، بينما لو جبت بتوع التايب 1 يطلعوا 70% لوحدهم، انما عشان ال100 اللي قصادهم بتوع الجيستيشنال ما فيش ولا واحده فيهم، فده عمل لي اتنيويشن للموضوع. ادي مثل الدراج ابيوز، وادي مثل الايه؟ الكومبليكيشن. في الحاله دي لا يمكن اني اسوي ما بين الامور وبعضها، غلط. هقول طيب ما هو احتماليه الريتينال ديتاتشمنت في حالات الجستيشنال دايابيتس؟ اقول 1% مثلا يعني.
طب واحتمالاتها في التايب 1 20%، يبقى لازم اجيب من كل 20، ايوه بالظبط كده، من كل 20 هجيبهم للدايابيتس الجستيشنال واحد اجيبه للايه، عشان تبقى المساله متعادله وما تبقاش المساله دي بيسموها ايه الكوتا سامبل، او ما اقول مع كل 20 جستيشنال اجيب واحد من الايه تايب 1 عشان تبقى المسائل متعادله ومتساويه وتديني نفس الايه نفس النتيجه. طيب فلنفرض واحد قال لي لا 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 انا مش عايز كده، انا عايز ادرس الجستيشنال لوحده وعايز ادرس تايب 1 لوحده وعايز ادرس تايب 2 لوحده، اقول له دي ما بقتش كوتا، ده بقى ثلاث ابحاث مختلفين. فهمتوا الكلام؟ يعني لو البوبيوليشن بتاعتي اصلا الجستيشنال دايابيتس، ايه اللي دخل تايب 1 اصلا وتايب 2؟ هو انا لما يبقى البوبيوليشن بتاعي الجستيشنال يبقى السامبل بتاعتي هتبقى من مين؟ من الجستيشنال. ايه اللي دخل تايب 1 وتايب 2 هنا؟ يبقى الكوتا امتى تتعمل؟ لما يبقى عندي اخلاط والاخلاط عايز ادخلهم مع بعض واطلع لهم نتيجه واحده، اقوم باخدهم بالايه؟ بالوزن النسبي بتاعهم. اما لو انا ما عنديش اخلاط من الاصل يبقى ما ايه؟ ما فيش اصلا كوتا، هكوت ايه؟ هو لو واحد عايز يشوف الدراج ابيوز ان فيميلز يبقى فين الكوتا بتاعته؟ هم ان فيميلز وخلاص، الا انه يقول لي بقى ايه؟ الايجز المختلف، ماشي يبقى هنا الكوتا بالايجز. فهمتوا الكلام؟ اذا المساله ما هياش حاجه ثابته، ما هياش حاجه بجدول، هو حضرتك الجندر ده يبقى كوتا ولا لا؟ مفيش حاجه اسمها كده. اكوردنج انت بتشتغل على ايه؟ واكوردنج انت بتقسم لايه؟ الموضوع كله دايناميك، وهي دي صعوبته. ان المساله كلها كونسبتس وانت بتستخدم الكونسبتس دي في انك تشتغل. انما لا يوجد ما يسمى هو الكوتا تبقى كوتا لايه؟ حسب انت بتشتغل على ايه؟ فهمتوا الكلام؟ لما واحد يجي يتكلم على بالهارزيا يجي يقول لي اربن ورورال، الاربن دول هيبقى جيلهم بالهارزيا منين؟ يقول لا ما هو في حاجات نادره، طب كويس كام لكام بقى؟ هتقول لي من كل 20 اربن واحد رورال، اقول لك صح ماشي خلاص هو 20 لواحد ماشي يبقى الكوتا. انما واحد اصلا بيقول لك انا مش عارف الاربن دول فيهم اصلا بالهارزيز ولا لا، يبقى هل من المنطق ان اعمل اصلا كومباريزون ولا اروح اشوف الاول البريفالنس ان اربن؟ الاول بص على البريفالنس. واحد يقول لك طب ويضرني في ايه يا اخي؟ ما تعملها ان كومباريزون اغلى، مين هيديك فلوس؟ هي دي الفكره، هي المساله مش مساله ايه؟ ما هو نعملها بالمره واللي ما يضرش ما اللي ما ينفعش ما يضرش. غلط الفكر ده، احنا طول عمرنا في بلدنا شغالين بالفكر الاشتراكي اللي هو الدولة بتصرف على كل حاجة، وده خلى الامور تبقى عايمة. يقول لك ما اعملها مش مشكلة، احنا طول عمرنا نقول كده، العيان عايز اكس راي اعمل له اكس راي وسي تي واعمل له ام ار اي بالمرة. بره ما عندوش الكلام ده، مش عشان هم فقراء، لا عشان هو يقول لك انت عايز سي تي ولا ام ار اي ولا اكس راي، مفيش حاجة اسمها اللي ما ينفعش ما يضرش، لأن الدولة عندهم هناك شركات التأمين الخاصة هي اللي بتدفع. فما تجيش تقول لي هكلفك 600 700 دولار زيادة عشان أنا عايز كده هو نطمن، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة، ده كلام فارغ. مفيش حاجة اسمها طب ما نفتح العيان ونشوف إيه اللي فيه. لو تقدر تاخد له نيدل بايوبسي يبقى النيدل بايوبسي هي اللي بتتعمل. مفيش حاجة اسمها نفتحه اكسبلوريشن ونبص. عندنا مفيش كلام من ده ليه؟ مفيش مشكله ليه؟ كله ببلاش، انت مش هو مش ببلاش، هي الدوله اللي بتدفعه، احنا اللي بندفعه. انما احنا متخيلين ان الموضوع ببلاش، فهمت الكلام؟ هو مش ببلاش ولا حاجه. بره عنده العيان عشان تولد قيصريه دي مصيبه سودة، لان عنده دي عيانه هتخش وتاخد انستيزيا وتاخد مش عارف قصه. فمفيش واحده تولد قيصريه الا لما يكون ما ينفعش الا تولد قيصريه. صحيح ان هم برضه بيأبيوز الحته دي شويه، بس انا قصدي اقول لكم ايه؟ ان المساله لازم نبقى فاهمين اننا لازم نشتغل بالبيست سيتويشن وليس بالسيتويشن المتاح، ما فيش حاجه اسمها المتاح، بالبيست. والبيست يعني ايه؟ يعني اقل الاسعار واعلى فايده، ادي كل القصه. تحت امرك. يس. تبقى مالتي ستيج. سو انا قلت لك اي نوعين يتخلطوا مع بعض يبقى اسمها مالتي ستيج، بس خلاص يبقى دي مالتي ستيج. كان الاول خدها بيربوزيف ومن جواهم عمل راندوم سامبل، خلاص مفيش مشكله. ايه القضيه؟
صح؟ ودي النقطة بقى الأوبينيون بتاعك أنت، تقول إن هو كاتب راندم سامبل بينما هي راندم فروم أ بيربوزيف سامبل وليست راندم فروم ذا، سو إتس نوت أ ترو راندم سامبل، صح؟ أنا عايزك تقولي الكلمتين دول. واللي هيقول لي إنه استعمل راندم سامبل وده حاجة كويس، له نمرة برضه، بس على قد الدبس بتاعك وعلى قد تكوين الأوبينيون، على قد ما أنت تعبت في قراية البيبر، ما هي دي الفكرة كده، هو ده الفرق بس، وده اللي أنا عايز أعرفه. أنت وصلت لحد فين في القراية؟ وصلت لحد فين في الاكسبلوريشن للكونديشن؟ بس خلاص. في بقى نوع خاص جدا اسمه السنوبول. السنوبول هما اللي يجيبوا بعض، وده بيبقى في المجتمعات المنغلقه جدا على بعضها والغير مشرفه في المجتمع، زي بتوع بقى الدراج ابيوز واطفال الشوارع وبتوع السكشوال ابيوز والكلام ده كله. طبعا لو جيت لطفل من اطفال الشوارع تقول له عايزين نعمل معاك حديث وبحث ومش عارف ايه، طبعا هيخاف منك، ومش هو بالذات دول كلهم بيبقوا كمان تحت طائله القانون وخافه تقبض عليه او توديه احداث او كلام زي كده. فبتبدا بواحد وتبدا تثق فيه ويثق فيك ويبدا هو يجيب لك الباقيين. This is called the snow ball sample، ودي يعني حاجه بتبقى very rare، ما بتستعملش كتير. قد ايه نستعمل sample size واحنا محتاجينها اصلا ولا مش محتاجينها؟ بص بقى، بيقول لك اولا ان السامبل سايز مطلوبه في كل ريسيرش، ولكن ليست مطلوبه بنفس الدرجه وبنفس الاهميه. ليه؟ هو اصلا انت عايز تختار سامبل سايز محترمه ليه؟ عشان ابقى واثق في البحث، مش هو ده الهدف؟ ولا في حد يعرف هدف تاني؟ كل ما السامبل سايز كبر كل ما كان البحث تراستفول، وفي نفس الوقت كل ما كان البحث اغلى، لان واحد بيقول لك بسيطه، طب ما تاخد مليون في كل بحث، يا شغلانه يعني؟ ايوه، بس مين هيدفع الكلام ده؟ فاذا السامبل سايز مطلوب يتظبط لما اكون عايز البحث تراستفول. طب وتفتكروا الكيس سيريز والكروس سيكشنال والبايلوت ستادي دي اصلا تراستفول، ولا كل ما قربنا على الراندومايز كنترول ترايل والكوهورت ستادي دي مطلوب فيها تراست اكتر؟ اذا كل ما كان الديزاين ديزاين معمول عشان يطلع ايفيدنس، كل ما كان السامبل سايز كالكوليشن اكثر طلبا والحاحا، لانك انت بتقول لي انا عملت لك كوهورت وبقول لك ان اكس كوزس واي، دي معناها اني هغير الكلام في التكس بوكس، ومعناها ان هبدا اخد كوركتيف اكشن اجينست الريسك فاكتور ده. طب وانا هصرف الكلام ده كله على بحث هايف؟ ما ينفعش. على بحث بيقول لي ميبي؟ ما ينفعش. يبقى اذا كل ما كان البحث اكسبلوراتوري مفيش فيه ايفيدنس، كل ما كان السامبل سايز مش مطلوب، او مش مطلوب قصدي ملوش اهميه قصوى كبيره، انما طبعا السامبل سايز المفروض يبقى موجود في كل حاجه. خلاص هقول لك حالا يا حاضر. وكل ما كنا بنقرب من الايفيدنس كل ما كان السامبل سايز ضروره ملحه. اتفضل. كلمه تراست معناها ايه؟ صح. في فرق بين التراست والتصديق. لا، التراست يعني الثقه. الثقه يعني ايه؟ يعني الثقه في ان الظاهره اللي هو قالها دي موجوده ان جنرال وليس في هذا الشخص. انا بصدقك انك قلت انا شفت عندي عيان حصل له 1 2 3 4 واللي حصل ده شيء غريب، خلاص انا مصدقك، بس I'm not trusting ان الشيء ده موجود في الدنيا كلها. هي دي الفكره، وده معنى كلمة trustability أو validity of the study. validity of the study معناها إن الاستادي دي بتقول الحقيقة على مستوى البوبوليشن وليس على مستوى السامبل. أما إنك أنت I'm trusting your words، إنك أنت بتديني حقيقة، طب وماله؟ دي حاجة تانية، دي قصة ودي قصة. ليه؟ التراست في الاستادي بيعتمد على حاجتين. واحد الاستادي ميثودولوجي، اتنين عدد العيانين الاستادي. اما التراست في الريسيرش هو بس على الميثودولوجي فقط. انت لو كتبت لي كيس ريبورت ما فيش فيها غلطه ام كومبيلد ان تراست يو، ما فيش فيها كلام، انت قلت لي كلام مظبوط، بس ام نوت كومبيلد ان تراست الكونديشن انها موجوده في البوبوليشن. انتوا فهمتوا يا جماعه الكلام اللي بيقوله احمد ده؟ كلام في منتهى الاهميه، لان ما معنى كلمه تراست في البحث؟ هو لازم اكذبه عشان اقول ما ينفع؟ لا، في فرق بين تراست في البحث وتراست في نتيجته. نتيجة البحث نفسها انها على البوبيوليشن كلها، خلاص؟ زي ما قلنا قبل كده، الراجل اللي قال انا لقيت في واحد انسان عادي اركانوبكتيريوم يورينا تراكت انفكشن، والاركانوبكتيريوم دي فيري
ويك اورجانيزم ما بيجيش الا في الاميون كومبرومايز بيشنت. طب ده مش اميون كومبرومايز ولا حاجه، ايه اللي جابها فيه؟ قد يكون في شيء انا ما اعرفوش ميدي، بس هل ده خلينا نصدق ان عينين الدايابيتس ممكن يجي لهم يو تي اي بالاركينوبكتيريوم؟ طبعا لا، طبعا لا. حتى لو كان الريسيرش ده صادق في العيان او الاثنين او الثلاثه اللي وصفهم، حتى لو كان صادق، بس ممكن يكون دي صدفه في العيانين بتوعه بس. فانا مصدق الباحث ومصدق البحث، ولكني مش مصدق الظاهره. قد لا تكون الظاهره دي ظاهره عامه، قد لا تكون عامه وقد تكون محتاجه بقى مور ان مور ريسيرش على عدد اكبر من الناس. اتفضل يا فندم. مظبوط، اختلفتوا في الميثودولوجي، تمام، نتيجه واحده او مختلفه. ماشي ماشي، حلو قوي. هنعرض حضرتك وزميلك على الكرايتيريا اوف بروبر ريسيرش. لازم واحد فيكم يطلع مش مظبوط. يعني حضرتك بتقولي انت خدتي سامبل وهو خد سامبل، مين فيكم الاقرب للسامبل الصح؟ لازم هتختلف، والا مش معقول انتوا الاثنين عاملين ميثودولوجي كلها ستاندرد واخدين سامبل ستاندرد وطلعتوا ارقام مختلفه جدا على نفس البوبوليشن. ده كلام مش منطقي. خدي بالك، يبقى انت ما عملتيش حاجه واحده. طب خلاص، لا ما عملتيش حاجه واحده، قصدي الاوبجكت بتاعكم مختلف. انما لو انت يعني فلنفرض مثلا حضرتك بتقولي هل الاوبيزيتي ممكن تعمل مثلا هايبرتنشن في نفس البوبوليشن، انت خدتي عينه صحيحه وهو خد عينه صحيحه، انت عملتي ديزاين صحيح وهو عمل ديزاين صحيح، وانتوا الاثنين تطلعوا مختلفين في النتائج، تيجي ازاي دي؟ هاو ات كومز لا ازاي؟ اشتركوا معانا يا جماعه، ده مناقشه حره. ايه، هل ممكن اتنين بحاث يمشوا صح في بحث واحد لنفس الاوبجكتيف من بوبوليشن واحده وتطلع النتائج مختلفه تماما؟ هاو ات كومز. استني، لا يثبت الصح الكتاب اللي يثبت الصح، اللي هو انا بقول لحضرتك الاوبجكتيف. لا استني بس، حسب ترش ايه؟ اذا كنتوا اتفقتوا في الاوبجكتيف واتفقتوا في البوبوليشن واتفقتوا في الميثودولوجي، ايه الطرق ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكون للاوبجكتيف ده طريقه واحده صح. الحسابات كتاب. يعني لما انا بقول لحضرتك دلوقتي ان احنا عايزين نعرف هل الاوبيزيتي سبب للهايبرتنشن او ريليتد للهايبرتنشن ولا لا؟ ده اوبجكتيف اهو. ريليتد دي يعني ايه؟ يعني ايتيولوجي ولا يعني دايجنوزس ولا يعني تريتمنت ولا يعني بروفيشن؟ والايتيولوجي طبعا. هل الاوبيزيتي ريسك فاكتور يؤدي الى هايبرتنشن ولا ما يؤديش؟ يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على ايتيولوجيكال ريليشن. خلاص، انت عندك الاوبيزيتي كومن والهايبرتنشن كومن، ممكن تعملي حاجه للكوهورت؟ مفيش. ايوه، الكلام ده يحصل ازاي؟ استني بس، سيمبل راندم من مين؟ طب انا هاخد سيمبل راندم، اخدهم من مين؟ من البوبوليشن. اللي هي فين البوبوليشن؟ مش انت بتقولي البوبوليشن واحده؟ البوبوليشن الواحده دي لها كاركتر واحده. هل البوبوليشن دي موجوده اكزيستنج ولا هي بوبوليشن بتاع مرض؟ لو مرض يبقى ما فيش راندم سامبل، يبقى اللي خد راندم سامبل خدها نصاب، هيجيبهم منين؟ يعني لو حضرتك انا قلت لك دلوقتي انا عايز راندم سامبل من الاوبيز اللي موجودين في مستشفى المقطم، هتروح تجيبي لي راندم سامبل من الاوبيز بتوع مستشفى المقطم؟ لا، اتكلم معايا، اغلطي، مش اتكلموا معانا كله. انا دلوقتي عايز من حضراتكم تروحوا تجيبوا لي راندم سامبل من العيانين الاوبيز اللي موجودين في مستشفى المقطم، هتقدروا تجيبوها ولا لا؟ صح، كويس قوي. يبقى في الحاله دي نتائج البحث هتتعمل على الاوبيز اللي في مستشفى المقطم ولا على الاوبيز عموما؟ مش كده، مش اللي بتخدمهم، لا، اللي موجودين في مستشفى المقطم دلوقتي. هو مش راندم، يعني اي حد من اللي مثلا 100 واحد. انا قلت لك بتخدم. ما هو استنى بس، خليك، لا ما تقوليش دقيقه واحده وتكلمني عن حاجه انا ما قلتهاش. انا قلت دلوقتي ايه؟ لان لو قلت لك اللي بتخدم وقلت له روح اجيبها لك اقول لك كذاب.
اللي بيتخدموا دول بقى انهي في انهي حته؟ هتجيبهم ازاي؟ لو انا قلت لك احنا عايزين كويس ان انت قلت الحته دي، انت الحته دي مهمه جدا. كويس، ودول يبقوا راندم من مين بقى؟ يا سلام، يبقى انت ما فهمتش ولا كلمه من اللي قلته قبل كده. انت لو حبيت تدي جوائز البنك الاهلي، بتدي جوائز البنك الاهلي لمين؟ للي بيتخدموا في بنك الاهلي ولا اللي مشتركين في الـ في الـ في الجوائز؟ ليه الشهادات؟ يعني لازم يبقى عندك لسته بيهم. ما هو لا، ما هو ده بقى الكلام اللي مالوش نهايه. ممكن تاخديها سيمبل ازاي يا جماعه؟ يا بص اللي بيخلي الناس تتوه هو دي. ممكن ناخدها ازاي؟ هتاخدي سيمبل راندم سامبل من الناس اللي بتخدمهم مستشفى المقطم ازاي؟ فين السامبل فريم بتاعك؟ انت تضمني ان في واحد جاي من السويس يروح مستشفى المقطم دلوقتي فاصبح من اللي بتخدمهم في مستشفى المقطم؟ ما تضمنيش. انما انا اقدر اقول لك اللي جوه مستشفى المقطم اللي محجوزين دلوقتي تروحي داخله وقافله وهتقولي راندم سامبل من دول، اقدر ولا ما اقدرش؟ انما في الحاله دي البيبر اللي هتطلع مبنيه على الكلام ده هتطبق على مين؟ على اللي موجودين في مستشفى المقطم دلوقتي. طب از ات لوجيك؟ از ات ساينتفك؟ از ات يوسفول؟ يبقى كونك تقولي راندم سامبل غلط. اتمنى ان تكوني فهمتي ان دي نقطه مهمه قوي. لان كتير قوي يقول لك ايه؟ ما هو ممكن نغير. اي غيرت؟ تغير ازاي؟ هتغير ازاي؟ تعملي ايه؟ راندم سامبل لازم عندك لسته. اللسته دي هتجيبيها منين؟ لازم يكون اكزيستنج بوبيوليشن. انا اقدر دلوقتي انا اقدر اخد منكم راندم سامبل ولا لا؟ بس هل اقدر اخد من الناس اللي بتخدمهم الزماله او اللي ممكن يخشوا الزماله؟ طب وانا هعرف منين اللي هيخشوا بكره؟ ولا اللي هيخشوا السنه الجايه؟ يبقى ما عنديش راندم سامبل منهم. ما اقدرش اعتبر حضرتك عينه من اللي هياخدوا الزماله او عينه الزماله المصريه، مش هسمها كده. انت عينه انت حضرتك هنا عينه من الزماله المصريه بتاعت المعلوماتيه اللي في منها تو بوبيوليشن، هاتيهم دول بقوا بوبيوليشن، تاخد منهم راندم سامبل. اتفضل يا بيه. ده مفيش في كلام، ويبقى عندك لسته وتقدر تكونتاكت كل واحد فيهم بس. خلاص، وكويس ان احنا رجعنا للحته دي عشان خاصه تقفل. ماشي الكلام يا جماعه؟ ها ماشي؟ كويس. اذا السامبل سايز بقى محتاجينها، ايوه، بس مش بنفس الاهميه في كل بحث. كل ما البحث كان اهم في الهيراركي اوف ايفيدنس، كل ما السامبل سايز كانت لابد انها تتحسب. طيب it depends on what. واحد، importance of the study. كل ما الستادي كانت more important كل ما السامبل سايز لازم تكبر. السامبل بوبيوليشن، كل ما البوبيوليشن كبرت كل ما السامبل لازم تكبر. الفاريبلز تو ستادي، كل ما عدد الفاريبلز اللي انا بستادي اكتر كل ما السامبل طبعا لازم تكتر، لان هيبقى في عندي علاقات كومبلكس، والعلاقات الكومبلكس دي محتاجه سامبل اكتر. الماجنتيود اوف ذا بروبلم، كل ما البروبلم بقت رير كل ما محتاج سامبل اكبر عشان تقدر تطلعها لي، وكل ما البروبلم كانت كومن كل ما احتاج سامبل اصغر لانها هتبقى كافيه انها تطلع لي اللي انا عايزه. الفاسيلتيز دي تصحصحنا بقى وتفوقنا. ما هو انت عايز 2000 عيان وعايزهم تعمل لهم معرفش ايه، الفاسيلتيز بتاعتك ايه؟ والفاسيلتيز مهمه جدا، منها كمان النيد اوف ذا ريزلتس. انا النهارده وانا قلت هذا المثل، لو انا النهارده عندي مستشفى فيها 3 4 اوض عمليات، ولقيت لقيت عيان طلع من احد الاوض مسبتك تيتانس، انا محتاج اعرف انهي اوضه المسبتكه ولا لا؟ امتى؟ دلوقتي. انا مش هقدر افتح بكره، ما ينفعش. انا هوقف العمليات فورا، وعايز نتيجه البحث امتى؟ امبارح. ما ينفعش واحد يقول لي طب بعد اذنك بقى ناخد بقى عينه راندم حلوه كده ونقعد بقى ودينا فتره بقى عشان نزرع. ما ينفعش. انا عايزك تجيب لي النتائج قبل بكره 8 الصبح عشان في اوضه عملت هتقفل، وما اقدرش اقفل الاربعه. وما ينفعش افتح الاربعه. ما ينفعش. فالفاسيلتيز دي مش بس الفلوس والناس، الوقت المطلوب فيه نتيجه البحث. والا يبقى ما لوش لازمه، لو عملته لي بكره بعد الساعه 8 مش محتاجه، لان في عيانين تانيين هيثبتكوا، هعرف بقى نقطة عمليات اللي مثبتك هعرفها خلاص، بس انا مش محتاج البحث. دي نقطه مهمه. statistical analysis والباور،
ايه هو الاستاتستيكال اناليسيس اللي انت هتستعمله؟ هل هو سيمبل استاتستيكال اناليسيس ولا كومبلكس؟ كل ما العلاقات والاستاتستيكال اناليسيس ميثودز كان فيها كومبلكسيتي، كل ما كان عدد العيانين المفروض يبقى اكبر عشان يتحمل الكومبلكسيتي دي. وهنعرف كلمه كومبلكس يعني ايه. كومبلكس يعني علاقات كتير داخله في بعضها، وعايز اعرف الدنيا متشبكه ازاي ببعضها. اهو ده اللي يخليني محتاج عيانين كتير قوي. خلاص. الباور قد ايه قوه الاستاتستيكال اناليسيس اللي انا محتاجها، او قوه الاستادي اللي انا محتاجها؟ ايه ده، هي دي ممكن تتقاس؟ اه طبعا بتتقاس. تتقاس قوه الاستادي قد ايه، ودي هنعرفها ان شاء الله احنا بنتكلم في الهايبوثيسز تيست. اما يجي يقول لك الايكويشن بالظبط، ما ده معناها ايه؟ لا مش اخد او احنا قلنا اخد او ما اخدش، احنا المفروض نعمل سامبل سايز في كل الاستاديز، ولكنها غير مطلوبه في كل الاستادز بنفس الدرجه. فالمبدا العام اعمل، انما لو بعمل ار سي تي لازم اعمل. البيبر دي مش هتتنشر في اي حته محترمه الا لما تعملي سامبل سايز كالكوليشن. فهمت الكلام؟ انما اون وات بيز بتتعمل المعادلات اللي تطلع السامبل سايز، اهو ده البيزس بتاعتي. فلما يجي واحد يقول لي انا عايز اعمل مش عارف اعمل سامبل سايز ولا لا، او اقول له انت بتشتغل على ايه، الاقي الموضوع مهم، والاقي البوبوليشن اللي هو بيشتغل عليها كبيره قوي، والاقي الفاريبلز كتير، اقول له ده انت مش بس عايز سامبل سايز، ده انت توقع ان السامبل سايز بتاعتك هتبقى كبيره وهتبقى تكلفه الشغل عالي. ممكن لما اقول له المعلومتين دول يقول لا يبقى كده ما ينفعش. خلاص، ما دام ما ينفعش يبقى الحمد لله انت اديته معلومه خلصته من القصه، انه هيرجع لرؤساءه ويقول لهم بتاع الاي تي بيقول لي ان ده محتاج، انت محتاج سامبل كبيره. اذا معلومه مهمه وانت ما حسبتهالوش ولا حاجه، بس اكوردنج للفاكتورز اللي انت عارفها قلت له لا ده انت مش بس عايز، ده انت في الغالب هتبقى سامبل كبير. فقام راح قال لك ايه، لا يبقى نرجع بقى نشوف الفند عندنا شكله ايه، يبقى انت اديته معلومه كويسه احسن ما كان يتغرز ويبدا يشتغل ويبدا ياخد فلوس وبعدين يضطر يوقف البحث، لانه البحث مش هيكمل كده، مش هينفع. يبقى دي الفايده اللي حضرتك اديتها له. خلاص، دي بقى اللي احنا قلناه كله، الاستادي فاريبلز والاستاتستيكال ميثودز والفاسيلتيز الكلام. نفس الكلام بقى الانترز، ايه هي الانترز اللي انت بتدخلها جوه المعادله؟ في فرق بين الانترز اللي بتدخلها في المعادله والفاكتورز اللي معتمد عليها ديزاين المعادله. انا المعادلات بتطلب مني ايه؟ بيطلب مني نوع الداتا، هل المعادله نفسها السوفت وير نفسه، وده انا قلت لكم ان شاء الله هنشتغل عليه، بس لما ناخد الاناليسيس نرجع بقى للسوفت وير، عشان من احد الحاجات المهمه لازم تحدد له هو انهي نعم الايكويشن دي في لا احنا ما خدناش الايكويشنز ولسه هناخدها، بس بعد ما ناخد الاناليسيس، لان جزء من الايكويشن دي هو انهي تيست اللي بتشتغل بيه. طب وانت ما تعرفش الوقت الكاي سكوير، وما تعرفش التي تيست، وما تعرفش الريجريشن، فعشان دي جاست الانتري، احنا مش لسه مش هنعمل عليها الهاند زون، الهاند زون هنعملها لما نخلص، انما جاست هناخد الايه البيز بتاعها. خلاص؟ التايب اوف داتا، لازم اقول له التايب اوف داتا بتاعتي كان شكلها ايه؟ البيرد ولا بولد ديزاين هناخدها، الاستاتستيكال تيست يوز هناخده، التايب 1 ايرور هناخده، الباور هناخده، الافكت، كلها حاجات لسه ما خدناهاش. وده معناه ان كونسبت السامبل والسامبل سايز ده ريسيرش، هاو تو كالكوليت السامبل سايز ده بروسيدور في الاحصاء، فلسه دي ما خدناهاش هناخدها. ده السوفت وير اللي بيشتغل، وزي ما قلت لكم احنا مش هن ناخد بالنا دلوقتي قوي منه، مش هيفرق معانا في الحته دي. خلاص، تعالوا بقى نتكلم على الجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه.